أنا المهندسة منال فرج، مسؤولة مشروع الحدائق المنزلية بمخيم الفاروق. بدأ مشروعنا الشهر السادس، دخلنا على المخيم وأخذنا كافة المعلومات اللازمة لهذا المشروع، وبدأنا فعلا ببناء الأحواض بطريقة حلوة وبطريقة تناسب كل المستفيدات، إنه تكون يكون الحوض قريب على المستفيدة، تحسن تخدمه ويكون قدام عينه. وفعلا كانوا المستفيدات مشجعات كتير، وكان الإقبال على المشروع يعني، بس ما كنا مصدقين إنه نوصل لهالنتيجة هاي اللي وصلنا لها هلا. فعلا بنينا الأحواض ونقلنا أتربة ووزعنا بذار ووزعنا سماد ووزعنا أدوات زراعية وبدأنا بالزراعة. بعد كم يوم فعلا ظهرت البادرات وكان معهم الأمل كتير كبير، والحمد لله رب العالمين خطوة ورا خطوة صارت فعلا تنمو هالنباتات، ووصلنا ليوم الحصاد أو يوم جني المحصول. وفعلا هلا هذا وقت جني محصول السلق والسبانخ، وهلا رح تشوفوا بعينكم كيف المستفيدات عم يجنوا المحصول. الحمد لله رب العالمين كان هالفترة هي القصيرة حسنا ننجز هالإنجاز هذا، بالإضافة لأنه كان في تآلف ومحبة بيننا وبين المستفيدات كتير كبيرة، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله وصلنا للهدف اللي نحن بدنا إياه.